بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله هنجاوب على السؤال الذي عرض في الحلقة السابقة، وهي الحلقة الأولى من القضية ودفعها. حول القضية باختصار، جنحة بلاغ كاذب رفعت على شخص ما استنادا إلى أنه قد قدم إيصال أمانة وحدد تاريخ توقيع في الفترة التي كان المتهم فيها محبوسا، وبالتالي قضت المحكمة في خيانة الأمانة بالبراءة، وقضت في البلاغ الكاذب الدعوة التي أقامها بعد كده قضت بحبس الشخص صاحب إيصال الأمانة، يعني الفلوس راحت عليه وخد سنة حبس. ده اللي حصل، ده الواقع كده المعروضة، أن الرجل عندما أقام جنحة خيانة أمانة قال ان الايصال حرر من شهرين من اسبوعين، في الفتره دي كان المتهم اللي مضى وصل الامانه محبوس، فتمسك قدام المحكمه ازاي انا حمضي وانا محبوس حكم نهائي، وبالتالي قضت المحكمه ببراءته فرفع جنحه بلاغ كاذب وقضي فيها اول درجه حبس سنه وكفاله 1000 جنيه. في الاستئناف بقى، ما هي اهم الدفوع؟ اكيد حضراتكم انا شفت تحت حاجات الناس كاتبه حاجات رائعه جدا واجابات متميزه جدا، وحقيقي انا كنت سعيد قوي بالتفاعل بتاع حضراتكم. وهنقول بقى هو تحصيل حاصل، لكن هنقول عشان نكمل، لكن انتوا اساتذتنا كلكم. في مرحلة الاستئناف تمسك المتهم بدفع مهم جدا، وهو عدم توافر نية الإضرار. يعني جريمة البلاغ الكاذب أركانها ايه؟ التبليغ عن وقائع كاذبة يعلم أنها مكذوبة، المبلغ يعلم أن هذا التبليغ مكذوب أو الواقعه اللي بلغ عنها مكذوبة. الشرط الثالث بقى بنية الإضرار. إذن على المحكمة أن تتيقن أن هناك أو الهدف من التبليغ كان هو إيه؟ نية الإضرار. طب هل الرجل المتهم ده لما عمل جنحة إيصال أمانة هل كان في نيته أن يضر بالمشكو في حقه اللي مضى الإيصال؟ لا طبعا، هو الهدف كله أنه كان عايز ياخد فلوسه، فلما عمل جنحة عشان يحصل على حقه وليس بنية الإضرار بالمشكو في حقه. بالإضافة إلى كده، إن الراجل نفسه اللي مضى الإيصال ده لما قال أنا كنت محبوس، لكنه لم يطعن بالتزوير على توقيعه، يعني ما قالش لا ده الإيصال ده مش ممضي مني، ده ما جابش سيرة الموضوع ده خالص، وبالتالي يبقى إذن الإيصال صحيح ونية الإضرار لم تتوافر. وهنا نستطيع أن نقول أن هذه الجنحة بهذا الوصف لابد أن تقضي محكمة الاستئناف فيها بالإيه؟ بالبراءة، وهذا ما حدث فعلا في هذه الجنحة. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.